السلام عليكم مشاهدينا مشاهدي القناة شوف تي في مباشرة من مدينة فاس مرة أخرى مع هذا الراجل هو والزوجة ديالو عندهم واحد المشكل عائلي هو اللي غادي يحكي لنا التفاصيل ديال الزواج ديالو بهذه السيدة والمعاناة ديالو في الحياة معاها. خويا شنو عندك في هذا المشكل ديال الحياة الزوجية ديالك مع هذه السيدة وشنو كتعاني خويا؟ السلام عليكم. أنا كنعاود على الزوجية ديالي بان في الاول المراه خالتها قالت لي مرحبا بك كبرت بينا وزوجتنا عليه تيها سلمنا استقرينا معاها ونط كنخدم على راسي شويه ديال الحلال ونديرها وها سالي قالت لي لا ساعه ساعه كتدور فينا كتقولنا خرجوا انا باغي نبقى بوحدي في الدار انا باغي كذا انا باغي اللي يجيب لي مصروف كل ساعه كتنهض انا كنخرج على برا وهي كتنهض في الزوجه ديالي نوضي كده ومكتخليهاش ترتاح مكتخليهاش نعس نوضي صبني نوضي ديري سيري قولي الراجل كيجيب هادي هي اللي لقاتكم في الاول في الزوج انت والسيدة؟ لا تلاقينا انا وياها ولكن الزواج على يديها هي هي اللي قاتكم تجلسوا معايا هي اللي قالت لنا تجلسوا معايا هادي دارك هادي بيتك ما عمرك تخرج منه كاع شحال من سنة هادي وانتم هادي خمس سنين وحنا معاه ولكن ثلاث سنين عندنا هاد المشاكل معاه العامين الاولى كانت مزيانة ثلاث سنين التالية ولات كتسيف علينا ساعة ساعة خرجوا من البيت انا ما بقاش عاطينا النعاس وبزاف ديال الحوايج وبزاف ديال المشاكل. قلت لي اخويا انك فاش كيوقع لك المشاكل في الدار وكتخرج كتمشي للمشاكل كتدخل الحبس كنخرج ما كنحسش براسي كنخرج كنبغي نتابز مع ولاد حومسي في القهوه كنبغي نقلب الشليه بزاف ديال الحوايج كيبقى يبان لي الفانيت بدماغي كنبغي نستعمل الهلواسه كيبان لي كل شيء كنبغي نسرق نجيب جوج تليفونات نجيب تليفون باش نخلص الكرا كيبقى يبان لي غير هادشي هذا قبل ما كايناش شي مساعده انا كبر باب تاع كنعيا نقلب على المحسنين هما المحلات التجاريه كنعيا نطلب منهم كنقول لهم يعاونوني كيقول لك والو قضيه عيانه اش ندير كتبقى تبان لي السرقه استاذ بدماغي صافي خرج جيب تليفون سي صبق الكره ولكن انا باغي نكبر ولدي بالحلال ما بغيتش نتخلى على دابا الناس كي خمس سنين وهي مقاجيه معايا ما بغيتش نتخلى عليها هي ولد. دابا انت عندك وليد مع هاد السيده؟ مع هاد السيده. وخويا ما عمرك حاولتي زعما تمشي لشي خدمه ولا دخلتي شي باب ديال شي واحد يخدمك شي حاجه؟ ديما اش نقول لك انا كامل وشام استاذ كامل وشام وشمسيني نعري كامل ضرابي كامل وشام من رجلي تال داري صدري فخاضي كلش ما كيثيقش بيا بنادم خا كنقول له غنخدم معاك اي حد في الصيف نزبط له بحال دابا يدير فيا ما غيثيقش فيا اول حاجه وشمسينا استاذ هذا الشيء هو اللي كاين اختي هاد المعاناه اللي كتعاني انت مع هاد خالتك ياك خالتك خالتك شنو زعما المعامله ديالها اللي كتعامل معاها هي معاملتها هي دايره هكاك ما باغاش باغا تبقى بوحدها في الدار ديما خرجوا عليا ديما لا عطيتي الفلوس وتهليتي فيها راها مزيانه ولكن لما كتقطع الفلوس ما كتبقاش هذا ما كتبقاش كما كان هاد السيد هذا هي كتوعدك انك غتجلسي معاها قالت لك هالبيت جلسوا فيه انت ما عنديش انا الاولاد انتوما هما ولادي صافي حنا جلسنا وهو على قد الحال داكشي اللي صورها كناكلوه ما عندناش فين غادي كان خدام في واحد المحل وخرج من دخل الحبس خرج صافي مول المحل ما بغاش يولي يخدم عنده واش كيوقع لكم مشاكل مع خالتك الزياب وكيخرج هو من الدار كتكون متوقع انه عيد المشاكل كنعرف داك الساعه كنتبعو داك الساعه كنخلي ولدي انا هذا والجيران ونتبعو داك الساعه عارفه شنو غايدير واخا اختي انت ما عمرك حاولتي يعني تساعديه في الحياه وتمشي تشتغلي تنتيا ساعدته وهذا وطلعت نخدم في واحد الشركه الفوق في عين الشقف ولكن الدري ما عجبنيش ما كتعرفش تقابل الدري خليت الدري صغير مازال كيرضع صافي حبست الخدمه وجلست حتى انا نقابل ولدي شنو نوع الخدمه اللي كتخدم كنت كتخدم معاك خياطه خياطه الشركه وفاش كنت كتطلعي هي اللي كانت كتقابل الولد هي اللي كنت كتقابلو كيجيب له المصروف كيجيب له كل شيء ملي كنجي في العشيه ما كيعجبنيش ولدي ما كاينش صافي جلست نقابل ولدي وخويا انت ما عمرك زعما حاولتي انك تشوف شي كرا تشوف شي بلاصه اخرى تشوف شي شنو نقول لك اخي هاد قضيه الكرا هادي هاد قضيه الكرا كنعيا نقلب عليها ولكن شي مساعده ما كايناش ما عنديش تصبيقه استاذ 10000 حتى 20000 كانت عندي واخا ندفع شهرين ديال التصبيق ونكري ما عنديش شي ناحيه بحال دابا منين نجيبها غير بحال دابا لاخر سرقتها ولا سعيتها
حتى الساعه ما كاينش اللي يعطيها لك الصدقه. تعيا طلب بنادم ما كاينش. بنت اخويا نادم على ذيك المشاكل اللي درتي. انا نادم على كل شيء استاذ، نادم على ذاك الحبس اللي دوز، نادم على المشاكل، على الطرف بنادم جات فيا انا ساليت بكلش، انا ما كرهتش شي طريب الخبز نكبره ولدي به. اي ما حالين السقر فيه ناكل ايه خبزه ويطرد اللبن عندي الربح، ما بقاش متبوع. صاحبي الشباب اللي في السن ديالك واللي طالعين دابا باش كتوصيهم على هذا الادمان وعلى هذا الشيء؟ كنوصيهم بهذا الحبس اللي كدوزو على يعني كنعياو نهضروا مع الدراري ولاد الحومه كنصحهم هذا الادمان ما صالحش، الليل ما صالحش، مشاكل ما صالحاش، لعب ما صالحاش، الهلواسة الشراب كل شيء ما صالحش. من حاجه لحاجه كتبدا بالحشيشه كتزيد الكارو، من الكارو للهلواسة، من الهلواسة كتبان لك الغبره. بنادم ما كيشعرش براسو حتى تيلقى مسطره في يديه كيشير على هذا على هذا وانت ما شعرش ياك. واش غنقول لك اخاي، كنتمنى هذه الرساله ديالك توصل للشباب وانك هاد انت واحد ما غنقولكش نموذج حاشا، ولكن انت انسان اللي ربي سبحانه وتعالى بغي يوجهك الخير وتكتحاول طريق الخير. خويا غادي نقول لك شنو كتطلب من الناس وشنو كتطلب من المجتمع بحال باش كتبغي تخدم انت الحالات ديالك ما كيبغيوش يخدموهم الناس. يعني فاش هو غادي يجي انسان تايب الله والنادم على داك الشيء، اش كتنصح هاد التجار وهاد الناس يديروا؟ واش يديروا شي باديره ولا شنو يديروا مع هاد الناس؟ انا كنصح الامه بهاد الشيء هذا اللي دوزنا حنا ما يدوزوش هما، حيت ما كاينش اللي غيعقل عليهم. اول حاجه التشابه والتشبيه راه قبيح بزاف، راه شكون هذاك ضارب الحبس؟ شنو كان كيدير؟ شنو كان كيدير؟ داك الشيء اللي مازال خارج علينا لدابا استاذ. لا بالنسبه للتجار، التجار انه يساعدوا الشباب اللي مساكن كانوا في الانحراف وبغاو يرجعوا لطريق الله مثلا. التجار استاذ ما كيساعدوناش، هما 122 محل عندنا في عقبه قيد الخمار باب الفتاح ما كيساعدوناش. كيساعدوا شي مراه، شي بنت جات لعندهم، شي بنت كيساعدوها. بحال دابا انا ضارب الحبس اللي غادي نوقف عليه ما غيساعدنيش. ما يساعدنيش وقف شي بنت شي مراه يقدر يتساعد معاه بلا ديك الهضره اللي غتهضر معاه. وانت دابا شنو كتطلب من المشاهدين ومن الناس المحسنين؟ اختي هذا السؤال نوجهه لك انت، اش كتطلبي من الناس المشاهدين ومن المحسنين؟ انا بغيت فين نستقر انا وراجلي ووليدي ونعيش حتى انا بحالي بحال العيالات، هادشي اللي كنطلب انا. غير فين نستقروا ولي صورناها ناكلوها حيت ما كايناش شي خدمه اللي غتكري. دابا اللي مشيتي عنده تكري كيقول لك التصبيق الكرا، ضروري التصبيق، ما كاينش اللي غادي يساعد. وانت كذلك نفس الرساله نفس الكلام كنقول لك شنو كطلب الناس؟ نفس الحاجه اللي قالت المراه ديالي المحسنين الصباح انا كنقلب عليهم استاذ والو، ولا بغيت نكري كيقول لك ضروري 3 شهور 6 شهور ديال الكرا، ما عنديش باش ندفع 6 شهور ديال الكرا استاذ. هادشي اللي كاين، وكنطلب من المحسنين الا كان شي معاونه ولا كانت شي حاجه انا موجود. راه حنا ما كنلقاوش فين نبات. مشاهدينا الاعزاء كنشكركم على المتابعه، على المتابعه على قناه شوف تي في مباشره، معكم من مدينه فاس. هاد الزوج وهاد الزوجه كيطلبوا منكم كيترجاوكم المساعده ديالهم. هاد السيد مسكين اللي كيقول هو سبق له دوز الحبس وبغى يتوب ويرجع الله من هاد المشاكل اللي داز، وكينصح لجميع الشباب كيطلب منكم مشاهدينا الكرام المساعده. الله يجزكم بخير وشكرا على المتابعة. إلى لقاء آخر وشكرا.